يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في جهة عملي يوجد مصلى الرئيس يصلي فيه أغلب الموظفين. في جهة عمله؟ في جهة عملي يوجد مصلى رئيس يصلي فيه أغلب الموظفين، وهناك مصليات منتشرة في كل دور في هذا المبنى، فهل الأفضل أن أصلي في هذا المصلى الرئيسي أم في المصلى الصغير؟ اللي في أكثر جماعة صلي مع الأكثر جماعة، فإذا كان المصلى الرئيسي أكثر جماعة فهو أفضل. نعم.